جمعية ثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي بحفر الآبار. توفير المياه من أعظم الصدقات عند الله عز وجل، فهي توفر مصدر المياه وبذلك تكون سبباً للحياة، وهي جبر الخواطر وإدخال السرور. أعمل لنفسك صدقة جارية واكسب ثواب فرحة أسر فقيرة في مناطق بعيدة بتوفير المياه. فقد روي عن سعد بن عبادة قال: قلت يا رسول الله إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقى الماء. كما تقوم الجمعية أيضا ببناء المساجد، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. ومن هذا الفضاء نناشد مرحبا للمحسنين من أجل المساهمة في إتمام بناء مسجد جنة الله. ننتظر مساهمتكم وعونكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير، وأهلا وسهلا بكم في جنة الإسلام. السكينة والطمأنينة نعمة عظيمة من الله للمؤمنين، لا يملكها أي أحد ولا يشعر بها إلا من جربها. فالسكينة وسيلة، بل هي عمود من أعمدة الثبات. ولم لا؟ والله عز وجل قال في محكم آياته: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السكينة والطمأنينة يتحلى بهما المؤمن المتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق علي بن أبي طالب عندما قال: فلا تكثرن القول في غير وقته، وأدمن إلى القول المزيل للصمت. وصدق أحد الحكماء عندما قال: لو تحدث الناس بما يعرفونه فقط لساد الهدوء قلوب البشر. أرحب بضيفي في حلقة اليوم من جنة الإسلام. ضيفي الأول فضيلة الدكتور أحمد سمير الأزهري. دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيكم، زادكم الله نورا. الله يخليك. وأرحب بضيفي الثاني قارئ القرآن الكريم محمد جابر. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور ومشرفني. الله يبارك فيك، الله يحفظك. أهلا بك. الله يبارك فيك. مولانا ومشاهدينا الكرام، وبما أننا في حلقة السكينة، لابد وأن نصدر هذه الحلقة بآيات من الذكر الحكيم لعل السكينة تتنزل علينا من قبل الله عز وجل. محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
رفع الله قدرك وبارك الله فيك. دكتور، من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن السكينة، سيدنا عمر بن الخطاب يقول: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وسيدنا علي بن أبي طالب قال: كنا نتحدث بأن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. وأحد الصالحين قال: يذهب الخوف وتتنزل السكينة والطمأنينة على قلبي، ويعم الهدوء أرجاء حياتي إذا توكلت على الله حق التوكل، وإذا علمت بأن الله عز وجل فيما يختاره الله لي هو الخير. اسمح لي أسأل فضيلتكم، ما معنى السكينة وكيف يكون الترغيب في السكينة؟ أولا بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وأنزل على قلوبنا وعلى قلوب المشاهدين السكينة والطمأنينة والوقار. آمين يا رب. أولا نشكر الشيخ محمد يعني على هذه التلاوة الله يبارك فيك طيبة، الله يعني يزيدك بهاء وجلالا وجمالا. آمين. الله يرفع قدره. الله يكرمه. السكينة، نعم، فيها سكينة. السكينة فيها سكينة. نعم نعم. السكينة يعني هي أصلها يدل على خلاف الاضطراب والحركة الكثيرة، والسكون ضد الحركة، يقال سكن الشيء يسكن سكونا. نعم. سكن الشيء يسكن سكونا. والسكينة هي الطمأنينة والاستقرار والرزانة والوقار. نعم. يبقى السكينة هي الطمأنينة والاستقرار والرزانة والوقار. وقيل السكينة هي ما يجد هي ما يجده في القلب، يعني العبد المؤمن هي ما يجده في القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، يعني عند نزول الأشياء عليه، عند نزول النوازل والحوادث. نعم. تجد عنده سكينة واطمئنان، فلذلك هي كأنها نور في القلب، كأنها نور في القلب ينزله الله في قلب عبده، فهي طمأنينة ووقار وسكون ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة. نعم. المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. نعم. بل لو نظرنا مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان سيدنا أبو هريرة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وحينما دخلوا إلى غار حراء، حينما دخلوا إلى الغار وبات فيه، فسيدنا أبو بكر حصل عنده شيء يعني من الخوف ونحو ذلك، فالنبي هدأ من روعه وقال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم. يعني الله ناصرهما مؤيدهما. نعم. حافظهما سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فأنزل سكينته عليه، وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فهي هيئة فيها هيبة وكذلك مترادف معها الوقار، فشيء يعطي يعني ازاي احنا النهارده لما بنشوف مثلا واحد بيقول لك ايه كثير الحركه والالتفات والكلام في غير محله ونحو ذلك، يقول لك ايه ده، بعض الناس يقول ده مروش، وبعض الناس يقول ده طايش. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام ورد في صفته صلوات ربي وتسليماته عليه: وهو الذي كساه الله بالجلال والجمال، صلى الله عليه وعلى اله. تقول السيده عائشه: ما رايت احدا يعني أشبه سمتا، يعني يشبه النبي في طريقته وحديثه وكلامه ومشيته وجلسته كمثل فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم إليها، يقف لابنته، يستقبلها ويقبلها ويجلسها في مجلسه. وكان هو إذا دخل عليها كانت تقوم إليه وتقبله وتجلسه في مجلسها صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى نقدر نقول كده دكتور إن السكينة صفة من صفات الأنبياء.
نعم. وجدها سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قاوم أباه وقومه والنمرود. نعم. وجدها أيضا سيدنا إبراهيم عندما ترك زوجته السيدة هاجر وولده إسماعيل في مكة. صحيح. ووجدها أيضا يونس، سيدنا يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا وجدها سيدنا موسى عندما أمره الله عز وجل بأن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله عز وجل، كما قرأ القرآن في سورة طه: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد السكينة أيضا في غار حراء كما فضلتكم تفضلتم وذكرتم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. فزي ما قلنا، فزي ما ذكرتكم، لو نظرنا إلى كل الأنبياء الله كان ينزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة. لماذا؟ لأنهم كان عندهم يقين كامل في موعود الله تبارك وتعالى. لذلك من أهم أسباب تحصيل السكينة والوقار وهذه الأمور هو تقوى الله عز وجل. إنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، أن يعظم أوامر الله، أن يعظم أوامر الله. فالإنسان إذا عظم أوامر الله في نفسه، اتقى الله، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، خاف من الله حق مخافته، فهذا يورثه ماذا؟ يورثه عزا وتكريما، لأنه بالتقوى يصير الإنسان عزيزا. نعم. وبالمعصية يصير الإنسان ذليلا. يبقى نقدر نقول من كلام فضيلتكم أيضا أن السكينة ثمرة من ثمار المؤمنين. نعم. صحيح. وصفة من صفاتهم وسمة من سماتهم كذلك. يبقى هي منحة من الله عز وجل. نعم. لعباده. ويستطيع الإنسان أن يحصلها. يعني قد يقول لك قائل: هذه منحة الله أعطاها إلى أنبيائه وأوليائه. أنا لا، الإنسان كلما سعى، زي ما ذكرنا قبل ذلك، أنه هذه الأخلاق كلها التي نتكلم عنها ونتناولها بالحديث، هذه الأخلاق من فضل الله علينا أنها مكتسبة. يبقى الإنسان لا يستطيع أن يكتسب السكينة من خلال الإيمان. من خلال الإيمان. إذا نعم. إذا آمن حق الإيمان، إذا اتقى الله حق التقوى، إذا خاف الله حق الخوف، إذا راقب الله حق المراقبة في كل أفعاله وحركاته وأقواله وسكناته. نعم. فعند ذلك، عند ذلك يظهر أثر ذلك فيه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: ما اجتمع قوم يعني في بيت من بيوت الله، يعني يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. نعم. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. نعم. وذكرهم الله في من عنده، يعني ذكرهم الله في ملأ خير من ملائهم، وهو ما يذكرون بين الملائكة في السماء. وهذا شرف. نعم. أن اسمك يذكر عند الله وبين عند الملائكة. نعم. نعم. طب دكتور، ما الفرق بين السكينة والوقار، وما فوائد السكينة؟ نعم. إذا أردنا أن نتكلم عن الفرق بين السكينة والوقار، يعني هما بالأصل كلمتان مترادفتان، السكينة والوقار، إذا ذكرت يعني إذا ذكرت واحدة تذكر الأخرى. نعم. معها، فهما كلمتان مترادفتان. نعم. وقيل السكينة هي هيئة بدنية. نعم. تنشأ من ثبات القلب، والوقار هو هيئة نفسانية تنشأ من ثبات القلب. يبقى السكينة هيئة بدنية تنشأ من اطمئنان الأعضاء، والوقار هيئة نفسانية تنشأ من ثبات القلب. وقيل الوقار معناه الرزانة والثبات والحلم والعظمة. يعني ذلك أم معبد لما وصفت النبي عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة قالت: إذا تكلم علاه الوقار. نعم. وإذا إذا صمت علاه الوقار، وإذا نطق أخذ بالقلوب والبصائر والأبصار، صلى الله عليه وسلم. زاده الله جلالا وبهاء وجمالا، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم. فلذلك ينبغي أن ننظر كمان، لو نظرنا مثلا في القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما معنى وقارا؟ أي تعظيما لله تبارك وتعالى. وقال عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وتعزروه وتوقروه. نعم. يعني إيه؟ يعني تعظموه، تنصروه، تحبوه، تعظموه، صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم. وقيل الوقار هو الإمساك عن فضول الكلام، الإمساك عن فضول الكلام. نعم. والعبث.
نعم. فلا يتكلم إلا بما يفيد. نعم. وهذا ذهب عند كثير من الناس في مثل هذه الأيام. نعم. لا النهاردة كثير من الناس كل واحد ينبغي أن يضع أنفه فيما يعرف وفيما لا يعرف. كل واحد يريد أن يشارك فيما يعرف وفيما لا يعرف. كل قضية، كل شيء، كل إنسان تراه يسارع يريد أن يدلو برأيه في هذه القضية. طب يا أخي، هل أنت درست هذا الأمر؟ هل يعني عرفت كل جوانب هذا الموضوع حتى تستطيع أن تدلي برأيك؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ونبهنا فقال أكثر خطايا ابن آدم من لسانه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع؟ ليه؟ لأنه يتكلم بدون بينة. النهاردة كتير من الناس تلاقيهم زي بقولوا هي بالبلدي بيجروا وراء الترندات. لا يعني كثير من الناس يعني عندهم لا يهم عندهم إذا كان هذا يرضي الله أو لا يرضي الله. نعم. مثال ذلك مثلا بعض الترندات التي ظهرت يعني على تيك توك وما شابه، يعني ماذا يقولون؟ يقولون سألت الشيخ وقال حلال، والعياذ بالله يأتون بأشياء مخالفة للشرع. ينبغي الإنسان أن يحذر، ينبغي الإنسان أن ينتبه. كذلك أيضا ونحن مقبلون على أول رجب إن شاء الله تعالى، ويعني نسأل الله أن يرزقنا نفحات وبركات هذه الأيام المباركة، وأن يبلغنا رمضان والمشاهدين يعني سالمين غانمين إن شاء الله. كذلك مما يروج في مثل هذه الأيام في أول رجب يروج حديث على أنه حديث وهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه من بشر الناس برجب أو شعبان أو بشرهم برمضان حرمه الله على النار. هذا ليس حديثا، هذا ينبغي الحذر منه، هذا يتناقل كثيرا في مثل هذه الأيام، فينبغي أن ننتبه. طيب دكتور، دعنا نتوقف إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ما هي فوائد السكينة وهل يوجد ارتباط بين السكينة والطمأنينة؟ تفضلوا بالبقاء معنا. بنشكركم عسيرا. طبعا زي ما انتم شايفين تعداد سكانها يقدم كبير، ده جامد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم. بتجيبوا منين يا حاج قبل البير ده يتعمل؟ والله كنا بنشيل الميه من بعيد من البلد، وربنا يضرب على فعل الخير اللي عملنا البير وجاب لنا الميه لحد عندنا. كل ما تشرب من البير ان شاء الله تدعي له، كل ما نشرب من البير ندعي لهم ونتوضى ونصلي وندعي لهم والله ربنا يجازيهم كل خير. امين. فرحان بالميه يا حاج؟ مبسوط 100 100. الله يعمل بيوتهم ويزيدهم كمان وكمان. امين يا رب. امين يا رب. بئر صدقه جاريه، بئر جمعيه سماد التنميه والثقافه الاجتماعي، بئر الصحابه، والمغفور له باذن الله فتح محمود عبد الفتاح، والمغفور له باذن الله تعالى اماني حافظ ابو العلا، جزاكم الله كل عنا كل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء. فرحان بالميه؟ فرحان بالميه؟ مبسوط تشرب منها؟ بئر صدقه جاريه، بئر جمعيه سماد التنميه والثقافه الاجتماعي. امين يا رب حبيبي. ما عمل بيته بالعماله اللي ما ده كله مش لاقيين نصر.
بتجيب لي الاخر الجلي. بئر الصحابه المايه اللي عملها حلوه دي. ارحب بضيفي في حلقه اليوم من جنه الاسلام، ضيفي دكتور احمد سمير. السلام عليكم مولانا، واهلا بك مجددا. وارحب بالقارئ القران الكريم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واهلا بك مجددا دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن السكينه، وتحدثنا ما الفرق بين السكينه والوقار. طيب ما هي فوائد السكينه؟ نعم، اذا اردنا ان نعرف فوائد السكينه كما قلنا من خلال ما ذكرنا يتبين لنا أن فوائدها كثيرة، كما ذكرت قول سيدنا عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. نعم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم. ومن فوائدها عدم الحركة الكثيرة التي لا فائدة منها، لأن الإنسان تلاقي عنده سكينة وقار، حتى يعني قال الشاعر: عليهم وقار الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبته كهلا. نعم، عليهم وقار الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبته كهلا. نعم، يكون صغير ولكن تجد عنده رزانة كأنه كهل كبير. كذلك أيضا قلنا يبقى من فوائدها عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش بل التريث والوقار وعدم الاستعجال الذي يفضي إلى الندم، التريث في أخذ القرارات. فعدم الاستعجال الذي يفضي إلى الندم. كذلك السكينة رداء، كأنه رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدي الانفعالات الثائرة. وكمان من كان عنده سكينة ووقار استقام وصلح أمره وصلح باله. ومن فوائدها أيضا يحصل من خلالها الخشوع في الصلاة وفي الأعمال. كذلك كما قلنا هي من صفات المؤمنين الناسكين العابدين الصابرين المحتسبين، وهي صفة من صفات الأنبياء. نعم نعم. طب دكتور، أفهم من كلام فضلاتكم أن السكينة علاقة اليقين والثقة برب العالمين. نعم، هذه السكينة تجلب الطمأنينة وتلبس الطمأنينة. نعم، صاحبها ثوب الوقار. صحيح، في المواطن التي تنخلع فيها القلوب. صحيح، وتطيش فيها العقول. صحيح. طب دكتور، قبل الختام لابد أن أعود مرة ثانية إلى كتاب الله عز وجل مع محمد. محمد يعني عايزين، أنا معي 3 دقائق بس، أنا عايز يعني أعطر الأجواء وأداعب قلوب السادة المشاهدين وأسمع السادة المشاهدين بكلام من الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وجزاك الله كل خير، نورتني وشرفتني. الله يحفظك. اشكرك شكرا جزيلا دكتور. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يجب علينا ان تطمئن قلوبنا لان كل شيء بقدر.
إن كل شيء خلقناه بقدر. والسكينة لا تأتي إلا من خلال الإيمان بالله عز وجل، ولا تأتي إلا بالرضا بقضاء الله وقدره خيره وشره. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله وسلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.